ان شاء الله هنكمل مع بعض الكلام حوالين الـ IDT classification للـ Tricone bit. احنا في الجزء الاولاني عملنا مقدمة تمهيدية للـ IDT code classification بالنسبة للـ Tricone bit، والحقيقة كان الهدف من الجزء ده هو شرح بعض المصطلحات اللي هتقابلنا بعد كده واحنا بنتكلم على الـ IDC كود بالتفصيل. في الجزء الثاني شرحنا بالتفصيل ايه هو الـ IDC كود كلاسيفيكيشن بالنسبة للـ Tricone bits. ودلوقتي زي ما وعدت قبل كده جه دور التطبيق، هنذكر اربع امثلة ونشوف في كل مثال ايه هو الـ IDC كود، وايه هي مواصفات الدقاق، وايه هي طبيعة الابليكيشن اللي ممكن استخدمه فيها. المثال الاول الدقاق اللي هو مشار اليه بالسهم الاحمر ده اكس واحد، يا ترى ايه البيزك IDC كود بتاعته وايه مواصفاته واقدر استخدمه في ايه؟ زي ما هو باين في التظليل الاصفر، الرقم الاولاني واحد، الرقم الثاني واحد، الرقم الثالث واحد، فيبقى البيزك IDC كود بتاعه واحد واحد واحد. ده هيدلني ان الدقاق ده بينتمي الى التوث ميلد جروب، وواحد الاولانية معناه ان اول درجة من درجات الهاردنس اللي هي السوفت فورميشن بلو سترينث منخفضة، والرقم الثاني واحد ده معناه ان هو في اول درجات الهاردنس من حيث الكتر، اتوقع ان يكون السنة بتاعته طويلة ويكون عدد السنون في الرو قليلة والسبيسنج بينهم وبين بعض كبير، واتوقع كمان ان الانجاوجمنت بتاعت الكون تكون عالية. الرقم الثالث اللي هو بيوصف البيرنج واحد، فده واقع في الاوبن جروب والرولر بيرنج، وان هو مفيش بروتكشن على الهيل روب. واذا ضفت للدقاق ده في الاديشنال فيتشرز حرف الاس اللي هو بيقول ستاندرد ميل توث، وحرف السي فده معناه ان في سنترال جيت في المنتصف، ودي المواصفات اللي بتأهله ان هو يحفر في السوفت ستيكي فورميشنز والسنترال جيت ده عشان محاولة تنظيف الكونز وتجنب البولينج زي ما ان شاء الله هنبقى نتكلم في جزء تاني بعد كده. في المثال اللي قدامنا مثال رقم 2 اللي هو الدقاق اكس 2، يا ترى ايه الـ IDC كود بتاعه وايه مواصفاته؟ زي ما احنا شايفين ان الرقم الاولاني 2 والرقم الثاني 1 والرقم الثالث 6، واذا ضفنا في الخانة الاخيرة حرف الـ S وحرف الـ R، فيبقى افهم من كده ان الدقاق ده بينتمي الى الميلد توث بيت جروب، وان هو بيقدر يحفر فورميشن ميديم تو هارد و لها هاي كومبريسيف سترينث. التيس بتاعته هتبقى طويله وعددها قليل في الكون، والسبيسنج بينها وبين بعضها كبيره، والانجاجمنت بتاع الكون عاليه، ورقم 6 في البيرنج بيقول ان هو سيلد جورنال بيرنج وملوش بروتكشن على الهيل روب. في مثال 3 كده احنا دخلنا في الانسرت بيتس، واظن بسهولة اقدر اتوقع الـ IDC كود بتاع الدقاق ده. تمام كده، الرقم الاولاني هيبقى 4 والرقم الثاني 2 والرقم الثالث 7، وده معناه ان الانسرت بيت ده في اول درجات الهاردنس بالنسبة للكاتيجوري ديت، وده يقدر يحفر
السوفت فورميشن اللي ليها لو كومبريسيف سترينث، الكاترز بتاعتها او الانسرتس بتاعتها هتبقى لازالت طويله ولكنها اقصر درجه من اللي قبليها، العدد نسبيا اكبر من اللي قبليه، البيرنج بتاعه هيبقى من نوع الجورنال او الفريكشنال بيرنج، وطالما ان هو جورنال اكيد هيبقى سيلد، وهنا في الحاله بتاعتنا لانه واخد رقم 7 فده معناه ان في بروتكشن على الهيل رو، واقدر استخدم الدقاق ده في الار بي ام العاليه، يعني ممكن استخدمه مثلا مع المواتير. ده المثال الرابع والاخير اللي هو بيعتبر اعلى من كل الامثله اللي قبل كده. زي ما احنا شايفين ان الرقم الاولاني 8 اللي هو اعلى من حيث الهاردنس، الرقم الثاني 2 متوسط بالنسبه للكاترز، الرقم الثالث 7 هو الاعلى من حيث تصنيف البيرنج. وبالتالي هيبقى الاي دي سي كود الاساسي بتاعه 827، فده معناه ان هو انسرت بت بيحفر الاكستريملي هارد فورميشنز، وفي ميزه كمان هنا اضافيه اللي هو انها بتبقى ابريسيف فورميشنز. اتوقع ان الكاترز عددها هيبقى اكبر والطول بتاعها هيبقى اقصر، والسبيسنج بينها وبين بعضيها هيبقى اقل، وزي ما احنا شايفين رقم 7 اللي بيوصف البيرنج بيقول ان هو سيلد جورنال او فريكشنال بيرنج، والجيج عليه بروتكشن على الهيل رو، وبالتالي ده ممكن يحفر لي مع المواتير عشان لو استخدمت ار بي ام عاليه. ودقاق بالمواصفات دي ممكن اتوقع في الخانه الرابعه اللي هي خانه الحروف الاقي حرف الواي اللي هو بيقول لي ان ده كونيكال انسرت، والاقي حرف الار اللي بيقول لي ان فيه رينفورس ويلز، وحرف الجي اللي بيقول لي ان فيه اكسترا بروتكشن على الجيج غير البروتكشن اللي موجوده على الهيل رو، وان ده ممكن استخدمه مع المواتير في حاله وجود حرف الدي. وبموضوع النهارده موضوع الامثله او التطبيقات، اتمنى ان يكون موضوع الاي دي سي كود للترايكون بيت بقى اكثر وضوح.